الآن أذهب إلى الدكتورة شمة المزروعي، معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية. طبعا ليكي تجربة والإمارات لها تجربة في تمكين الشباب، عايزين نتعرف على هذه التجربة، وبالتأكيد ما هي الرسالة الآن إلى صناع القرار حول العالم لتمكين الشباب في مشاركتهم في القضايا الملحة الحالية؟ أصحاب الفخامة والسمو المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ، فخامة الرئيس، شكرا على هالدعوة الكريمة أن نكون بين أهلنا وبين وطننا الثاني مصر. يمكن ما يخفي عليكم، مصر لها مكانة خاصة في نفوسنا كعيال زايد، وكلنا يمكن كعرب جميعا نتفق أن دائما نتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر. وأتذكر كلمات أبونا الشيخ زايد الله يرحمه يوم قال: نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية كلها. فبصراحة مصر لنا جميعا هي القلب. اليوم يمكن كنا نتكلم عن التحديات اللي تواجهها العالم كله في كوفيد، لكن أيضا هي فرصة للتأمل بصراحة، لتغيير ما كنا نعتقد أنه طبيعي وما كنا نتعامل مع أنه أمر واقع. اكتشفنا خلال هالفترة أن كل شيء قابل للتغيير، وهناك احتمالات لا متناهية للطريقة التي نعمل بها، الطريقة التي نتعلم بها، الطريقة التي حتى يسير بها اقتصادنا اليوم، حتى الطريقة التي نهتم فيها بصحتنا أو صحة كوكبنا وعافيته. وليش أقول هالكلام؟ لأن ما تعلمناه من كوفيد يمكن هو تحدي الأمر الواقع وتحدي الستاتس كو، وهو شكل من أشكال النمو بصراحة لنا كأفراد وأيضا لنا كحضارات وشعوب. وهذه هي بصراحة هي سياسة قيادة دولة الإمارات اللي يسير عليها القيادة، هي تحدي الوضع الراهن والقائم وتحدي طرق التقليدية. وبعطيكم يمكن لمحة بسيطة في تحدي هالطرق التقليدية في قطاع الشباب. اليوم أهم سؤال كلنا كصناع قرار نفكر فيه في هالمنتدى ودائما هو كيف يمكن أن نحن نتأكد أنك شباب العالم 4.3 بليون شاب وشابة يمكن أن يحققون كامل إمكانياتهم وطموحاتهم. إذا شفنا كل الموضوعات المطروحة اليوم في هالمنتدى خلال الأيام الثلاثة، إن كانت محاربة الفقر أو مشاكل التغيير المناخي أو التبعات الاقتصادية أو النفسية لكوفيد أو التحديات في التعليم، كيف نقدر نتجاوز هالتحديات بدون إشراك نصف مجتمعنا ونصف شبابنا؟ ولهذا السبب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أحدث تغيير نوعي في قطاع الشباب، ولم يكن فقط محدود بمشاركة الشباب أو تعيين وزير أو وزيرة شابة، بل كانت منظومة شاملة يتولى فيها الشباب القيادة. يمكن الجميع تشوفون هالشيء مجازفة، لكن قيادة دولة الإمارات لم تجازف بصراحة، لها رؤية واضحة ورؤية للشباب كثروة وطنية، ليس كمشكلة بل كمستقبل للدولة. وبعطيكم بعض الأشياء يمكن اللي ركزوا عليها قيادة دولة الإمارات. أولاً، أول خطوة كانت فصل قطاع الشباب والرياضة والتركيز على أولاً كل واحد منهما بشكل مستقل، فطاقة الشباب وعطائهم وتحدياتهم غير محصورة في الرياضة. والقيادة كانت تتحدث عن تنمية قدراتنا كشباب الشاملة لتحقيق طموحاتنا. شيء ثاني، صاحب السمو أسس حراك شبابي على مستوى الدولة، ليس فقط في وزارة الشباب لكن من خلال تمكين الشباب ومؤسساته في كل وزارة وكل مؤسسة في الدولة. بدأنا أيضا نهجا جديدا في إشراك الشباب من خلال مجالس الشباب، وأسسنا مجلس إمارة للشباب ليكون صوت للشباب في كل ما يخص قطاع الشباب بالنسبة لمجلس الوزراء. وبعد ذلك أطلقنا أكثر من 40 مبادرة تهدف إلى الاستماع فقط للشباب والتفاعل معهم وإشراكهم. وبعدها أصبحت البيئة المؤسسية في الدولة بيئة مناسبة وجاهزة لاستراتيجية وطنية وجدول أعمال واضحة تركز على الاستثمار في الشباب، تركز على أولاً
أن كل شاب إماراتي يحقق كامل إمكانياته، يكون فرد نشط في مجتمعه، يكون آمن ويتمتع بالصحة والعافية، والأهم من ذلك جاهز لقيادة المستقبل. وقبل 3 شهور أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات سياسة وطنية، وهي أول تعريف علمي قابل للقياس لتمكين الشباب. ويوم أقول قابل للقياس ما معناته أن نقدر نديره ونعرف وين وصلنا في تمكين الشباب. ولذلك أصبح تمكين الشباب في دولة الإمارات حالة وفكر وثقافة وأيضا ممارسة تتسابق عليها المؤسسات في الدولة. بتقولوا لي إنزين بعد هاي الرحلة الطويلة خلال 5 سنوات اللي فاتت وتحدي الأمر الواقع، وين وصلنا اليوم؟ اليوم إذا نشوف في 2021 دراسة مستقلة تقوم بها أصداء بيرستن مارستيلر كل عام، وهو استطلاع الشباب العربي، ومن الاستطلاع طلع أن 1/3 من الشباب العربي يؤمنون بأن القادم أفضل، ولكن أكثر من 90% من الشباب الإماراتي يؤمنون أن القادم أفضل. تعرفون ما معنى هالأرقام؟ بصراحة تعني أن الشباب والشباب في هالمنطقة مفعمين بالأمل بالرغم كل التحديات السلبية للجائحة، لكن قلوب شبابنا ما زالت تنبض بالأمل. وخلنا نشوف نفس الاستطلاع في 2016، أكثر من 40% من الشباب العربي كانوا قلقين من الفكر المتطرف كأكبر تحدي يواجهونه. اليوم في 2021 حتى كلمة التطرف ليست من أولويات الشباب العربي. بصراحة هذا يعني دليل على عمل مخلص للشباب، وأيضاً فرصة ذهبية للاستثمار مجدداً. اليوم نحن في هالمنتدى لنزرع الأمل أيضاً مجدداً. إذا ممكن أعطيكم يمكن بس المعادلة البسيطة أو الإكويجن اللي تقوم بها قيادة دولة الإمارات، وهي معادلة سهلة وبسيطة للأمل. الأمل هي إشراك الشباب زائد العمل المخلص لطموحاتهم. The hope equation is youth inclusion and youth listening plus youth action. وبصراحة هاي مش صدفة أن هالجلسة عنوانها الأمل، لأن حقيقة الأمل أساسي لمواجهة كل التحديات. واليوم أنتجت يمكن تداعيات كوفيد شكل جديد لطبيعة عالمنا، وسمعنا يمكن كلمة new normal أكثر من 10 مرات خلال هالمنتدى. أصبح لدينا new normal أيضا بالعمل مع الشباب. النموذج الإماراتي اللي تكلمت عنه هو لازم يصبح نيو نورمال لإشراكة الشباب. اليوم المنتدى هذا هو نيو نورمال، لأن الشباب موجودين في كل جلسة، الشباب بيكونوا على طاولة مع صناع القرار. لا سياسات تخصهم بدون إشراكهم، ولا مبادرات ولا برامج تنفذ بصراحة بدون مشاركتهم الحقيقة. فيمكن رسالتي لصناع القرار اليوم، كلنا مصيرنا واحد، ويجب أن نتأكد أن احتياجات شبابنا في العالم تتم تلبيتها. صوت الشباب عالي وأيضاً مسموع، ومشاركتهم فعالة وفي نمو، ولنبني معاً من أجل مستقبل شباب العالم. شكراً جزيلاً. شكراً لك سيدة شمّة المزروعي.